فإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، وإذا خافني في الدنيا آمنته في الآخرة. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل كيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، ضج إلى الله لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب شدته لطول البلاء ومدته. فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهب لي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا ضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولا أصرخن إليك صراخا مستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياثة بأعلى الأصوات جميعا بأعلى الأصوات، يا غياء يا حبيب قلوب الصادقين ويا إلهنا العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذاب غاب معصيته وحبس بين أطباق غاب جربه وجريرته؟
فضلك ورحمتك أم كيف يحرقون له بغى وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفير غى وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباق غى وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيها ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك والإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك كنت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون